في ملف جديد، أهلا بكم. في الواقع بأنه يعني في هذا الملف سنسلط الضوء على مشكلة ربما أنها تشير إلى حجم الإشكاليات التي بدأنا نعاني منها، ويعني في ظل واضح أن هناك هجمة عالمية لتغيير القيم الأخلاقية، ومجتمعاتنا العربية والإسلامية تعاني من هذه الهجمة الشرسة. وقبل فترة شفتوا أنتوا في الدوري الإنجليزي إيش صار، وتعليق الكابتن محمد أبو تريكة حول هذا الموضوع. من جديد يتفاجأ المواطنون أثناء دخولهم إلى موقع وزارة الصناعة والتجارة في شيء اسمه دليل بدء العمل. فأنت لما تدخل على الموقع في دليل بدء العمل، في تعودنا أنه يكون في خانة يعني اختيار الجنس ذكر أم أنثى، الآن مغيرينه ومبطل اسمه خانة الجنس، صار النوع الاجتماعي. وطبعا هذه النوع الاجتماعي، لما أقول لك النوع الاجتماعي يعني عندما تسأل عن الجنس بتحكي يا ذكر يا أنثى، لكن لما يقال أنه النوع الاجتماعي فهذا يشير إلى أنه وكأن هناك أنواعا أخرى، ما فيش بس ذكر وفي أنثى، وإنما هناك أنواع أخرى. وطبعا أنتم عارفين أن هناك الآن يعني كما ذكرنا دعوات عالمية، لأنه بتحدثوا عن النوع الاجتماعي وأنه لا يمكن حصر هذا الموضوع فقط بكون الإنسان يمكن أن يكون ذكرا أو أنثى على أي حال. وطبعا هذا أيضا يتساوق مع بعض ورشات اللي قاعدة بتصير تحت مسمى الدمج الاجتماعي في بعض الوزارات الأخرى. ينضم لنا لمتابعة هذا الموضوع الأستاذة ميسون دراوشة، مدير عام منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل. مساء الخير. أهلا، مساء النور. أهلا بك. يعني تعليقك حول هذا الموضوع، وخصوصا بأنه هذا مش يبدو أنه الآن يعني يأتي في إطار ومن خلاله يمكن القول بأن عدة وزارات تعمل عليه، سواء من خلال الدورات التدريبية التي تعقدها أو حتى الآن وصل الموضوع إلى أنه يعتمدوا في المعاملات الرسمية. تفضلي. يعطيك العافية أخي الكريم. للأسف هو كما أشرت يعني أنه هذا الموضوع من سنوات وهو يطرح قضية مصطلح الجندر واستخدامه ومحاولة إدماجه من خلال فينا إيش مسميه الجندر مينستريمينج، إدماجه وإدخاله في كل الوزارات وفي كل الجهات المختلفة. وكنا إحنا من فترة أنه يعني نشير إلى خطورة هذا المصطلح وأنه لا يعني الجنس، وإلا أنت لو فتحت لو رحت أنت عند أي مكان بكتب لك جندر تمام منسدلة، بكتب لك رجل أو ميل في ميل أذرت آخرون، يعني معنى آخر أنه مش بس ميل وفي ميل، فمعنى آخر أنه الجندر لا يقابل الجنس، وهذا خطورته. أخي الجندر خطورة هذا المصطلح أنه بيحكي عن ثلاث شغلات، بيحكي عن خصائص الرجال والنساء وأدوارهم والعلاقات بينهم، يعني هاي ثلاث أشياء هي خصائص الرجال والنساء والأدوار والعلاقات. يقول أن هذه الأشياء هي مكتسبة في المجتمع وليست بيولوجية أو فطرية، يعني مش مرتبطة بتكوين الإنسان. بالتالي هذا بأن الإنسان بيقدر يعني يكتسبها في السياق الاجتماعي، إذن هي قابلة للتغيير. بمعنى آخر أنت عندك قدرة تغير في الخصائص وتغير في الأدوار وتغير في العلاقات، وهذا منافي للفطرة. وهذا منافي للفطرة، لأن أنت ما تغير بالخصائص هذا بمعنى آخر والعلاقات، أنت دخلت على موضوع يعني بالآخر شو النتائج اللي نوصل لها؟ ليش إحنا مصرين ما نستخدم جنس؟ لما تحكي عن الخصائص والعلاقات انت مباشر رح تشتري معنى اخر بطل في عندك، وهذا مشار له في تعريفات الامم المتحده. يعني لما تحكوا عن قضيه العلاقات تحكوا عن علاقات، يعني مستشاره الامين العام لقضايا الجندر في الامم المتحده في تعريفها للجندر بتقول لما حكيت عنه يشير العلاقات بين الرجال والرجال والنسائي، الرجال والنسائي والفتيان والفتيات، قالت وكذلك بين النساء بعضهن البعض والرجال بعضهم البعض، لانهم يعني لا يخفون هذا الامر. فهم لا يحكوا على قضيه العلاقات، هم بيروحوا مباشره، والخصائص بيروحوا مباشره على الهويه الجندري او التوجه الجنسي بمعنى اخر الجندري، فبيروحوا مباشره على تحليل الشذوذ. والهجم اللي احنا شفناها على مجتمعنا الاردني وعلى المجتمعات المختلفه في السنتين الماضيات اكبر دليل ان هناك قرارا بتقنين الشذوذ وجعله يعني تشريعه، يعني ايجاد شرائع تحميه في 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 دولنا. الأمر الثاني الخطير الثاني قضية الأدوار، الأدوار اللي هي دور المرأة ودور الرجل. حقيقة هذا يعني هذا تهديد مباشر للأسرة، لأنه عادة تختلف أدوار المرأة والرجل بشكل رئيسي في المجتمع. الأدوار الخلافات يعني الاختلافات محدودة بينهم، وبالآخر هي تسعى يعني تتبع لخيارات المرأة وخيارات الرجل.
لكن الادوار الثابته يعني اللي هي ادوار المراه والرجل داخل الاسره، فهو بآخر بيعوم لك هاي القضيه، فلا يعود الرجل مختص بالقوامه والمسؤوليه عن الاسره والانفاق والى اخره، ولا تعود المراه هي مختصه بالامومه والتربيه، حتى بالاخر ممكن نوصل لقضيه حتى قضيه الحمل بالضروره تكون فيها. فاما ان يتبادل المراه والرجل ادوار، واما ان تتساوى، والان كل التطبيقات احنا نسمعها تيجي على هذا الامر. فيا سيدي هذه التطبيقات هذه خطيره، لانه هذه اول شيء بحكي لك هاي قرر التغير من وقت لوقت ومن زمان لزمان وحسب السياق الاجتماعي وحسب الظروف التي، فاي شيء قبل ما اخر من اقول لك كل ثبت في هذا الامر. الان الشيء الخطير انه هذا الامر ما كان زمان الناس ما كانوا يسووا فيه شيء بنادوا الجندر، الان لا ما عاد يفتح في هذا الجانب، والان زي ما حكيت حضرتك في عندنا استهداف كبير للمجتمع الاردني، واخيرا كانت الدوره اللي كانت امبارح دوره في البحر الميت جمعيه، انا استغرب كيف ان منظمه مجتمع مدني تستطيع ان تعقد دوره تحضر لها كل مديريات التربيه والتعليم، يعني بالاخر منظمات المجتمع المدني لها دور ودور مهم في الحياه، لكن صراحه ان تستطيع او ان يسخر لمنظمه المجتمع المدني تحمل هذا الموضوع ويعقد لها ان تستطيع ان تعقد دوره ويحضر كل مديريات، بمعنى اخر الدعوه جاءت رسميه، عندما تحضر كل مديريات التربيه والتعليم بمعنى اخر ان هذه الدعوه جاءت رسميه المديريات وحضروها، لو حضر بعضهم هذا بالاخر منظمه المجتمع المدني ليس لها ولايه على الحكومات، لو كانت الامر بخيارهم كان بعض المديريات حضرت، لكن حضرت كل مديريات التربيه والتعليم حول ادماج النوع الاجتماعي او الجندر في وزاره التربيه. هل فقط يقتصر دكتوره ميسون على مناقشه ما تم يعني النقاط اللي حكيتي عنها، فكرة الخصائص البيولوجية وفكرة الأدوار، أم أن هناك قضايا تتخطاها في يعني في مناقشة مثل هذه الأمور أثناء عقد هذه الدورات؟ يعني إيش المادة اللي بتنعطى؟ الآن سيدي المادة اللي بتنعطى دائما بتكون من المدخل اللي نحن فيه أن عدم مساواة بين المرأة والرجل وفيها تمييز ضد المرأة، فبالتالي إحنا بدنا نوصل للمساواة للنوع الاجتماعي، لأنه معنى آخر إحنا بإصرارنا أنه في مرأة وفي رجل، بمعنى آخر أنا عمالي بعزز بعضهم بدخلهم باب شيء اسمه أدوار نمطية، إنه أنا في عندي أدوار نمطية أنا حابس المرأة فيها وأدوار نمطية حابس الرجل فيها، فأنا لازم ألغي كل هاي الأدوار النمطية. طبعا شو الأدوار النمطية؟ اللي هي دور المرأة داخل أسرتها، هاي الأدوار النمطية كأم وكزوجة وكربة أسرة وكمربي لأبنائها، هاي الأدوار النمطية. فإذا المرأة أنا لازم إن أنا أخرجها من هذا الإطار ومن أدوارها النمطية للمجتمع فرضها عليها، وأنا أخرجها إلى سوق العمل وأنا أخرجها كذا كذا، هي تكون مقدمة، ثم نبدأ بعد ذلك فيما هو أخطر حتى نصل في النهاية كما قلت لحضرتك لأخطر الشيء وهو تقنين الشذوذ. وكل المشاهد الموجودة الآن الموجودة لنا في المجتمع تصل لهذا الأمر. فأنت أحيانا الإنسان العادي عندما يحضر في هذه الدورات لا يستطيع أن يتلمس مثل هذه الإشكالات والنتائج، ولكن سيدي أنت تعلم أن التغيير الاجتماعي لا يأتي دفعة واحدة، يأتي متدرجا ويحتاج إلى وقت. فإحنا نبدأ بتغيير المفاهيم والمصطلحات، ثم ننطلق إلى التطبيقات، ثم ننطلق إلى بعض الأنشطة والمظاهر في المجتمع، ثم الأمثلة، ثم وهكذا، حتى في النهاية نخرج المرأة من كينونتها كامرأة ونخرج الرجل من كينونته كرجل، ونعوم ويصير هذا الجندر وهذا الجندر، كل واحد هو يمارس ما يريد، سواء في علاقة هو حر في خصائصه، يعني ربنا خلقك رجل لكن أنت مش حابب تكون رجل، إذا بكرة تشريع في قانون تشريع يدعمك أنك أنت ممكن تعمل عملية تحويل الجلد ولا تعاقب عليها، والآن في بعض الدول العربية مش الأجنبية تدعم هذه العمليات. وخرجوا من إطار أنه هذا محرم سواء شرعيا أو إنسانيا أو بالآخري، فأنت تيجي أنت حر تماما. وأيضا العلاقات أنه إحنا الآن في عندنا بعض الدول الآن الأجنبية كلها بلشت تتغير، بدأوا في الدول الغربية وحديثا على فكرة غيروا دساتيرهم وصاروا يعترفوا بالأسر اللي هي بين شكل واحد الأسر غير الطبيعي زي ما يقولوها، والآن هذا سيتسلل لمجتمعاتنا للأسف. فأنا لما أحكي عن تغيير اجتماعي بحكي عن طيب تسلل. دكتورة إحنا يعني لعله إن شاء الله بنعمل حلقة كاملة نتحدث حول هذا الموضوع ونستضيفك فيها، ولكن الآن يعني ما هو المطلوب منا حتى نستطيع تحصين مجتمعاتنا إزاء مثل هذه القضايا؟ أنا سيدي الآن بدي أشير لقضية لأن أنا ملف ساخن، الآن عندي ملف التعديلات الدستورية المطروحة مجلس النواب اللي الآن بيد اللجنة القانونية، وهذا إذا تم تعديله هذا خطير، هذا مستقبلا رح يكون الدستور حامي لتشريعات التي تدعم الجندر، اللي هي تغيير الفصل الثاني في الدستور الأردني، بدل ما هو الأردنيين واجبات حقوق وواجبات أردنيين، الآن المقترح أن يصبح حقوق وواجبات الأردنيين والأردنيات، ثم إضافة مادة سادسة في نفس الفصل الثاني اللي هي بالآخر أنه تحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال،
وإنه دفع التمييز والعنف ضد المرأة، مكافحة التمييز والعنف ضد المرأة. تمييز يا سيدي باختصار، تمييز هو مصطلح أممي، أي تفرقة، يعني أي تفرقة بين المرأة والرجل هي تمييز، وأي تمييز هو عنف. ومعنى آخر، إذا أنت ما حققت الجندر إيكوليتي أو مساواة الجندر في الأمم المتحدة، بمعنى آخر إنك أنت هنا عملت عنف. فهذا حقيقة أنا الآن فرصة إنه على هذا المنبر أن ألفت النظر إلى خطورة هذا التغيير في المقترح على الدستور الأردني، والذي سيفتح المجال مستقبلا لإصدار تشريعات تدعم مساواة الجندر في مختلف القضايا، فيصبح هذا محميا في الدستور. وهذا مطلب كان الأمم المتحدة من عام 2012 مطروح على منظمات المجتمع المدني التي تحمل هذا الملف، انه هي تحاول تمرره في تغيير الدستورات، اضافه ان يكون تأنيث المصطلحات في الدساتير، واضافه ما يدل على محاربه التمييز والعنف ضد المراه. التمييز والعنف ضد المراه يعني بمعنى اخر تحقيق مساواه الجندر، بمعنى اخر تروح انت على النوع الاجتماعي. هذا على مستوى الان ملف ساخن مفتوح لنا في المجتمع المدني. طيب دكتوره بالمناسبه صار في تواصل مع الجهات الحكوميه لي يعني التساؤل او السؤال حول هذه الدورات وطبيعه المواد اللي بتنعطى فيها ام ماذا؟ سيدي احنا كمنظمه مجتمع مدني ايضا يعني تعمل مناهضه لهذا، هاي مثلا في المره الاولى عندما وزاره التربيه والتعليم هي فرضت الدوره، كان في عندنا اكثر من 27 او 30 منظمه اصدرت بيان ووقعت عليه وسلمت لوزير التربيه، وحتى كما سمعنا ان وزير التربيه طلب مراجعه هذه الدوره والمادة التي تعطى داخلها، وطلب تفصيلا من القناة الدورة هل فعلا فيها هاي المصطلحات الموجودة. احنا الان حتى في التعديلات الدستورية ايضا في مجموعة من المنظمات اعدت بيانا فيه هذه التعديلات وخطورتها مستقبلا، وسلمت لمجلس النواب، وكذلك ان في تم طلب لقاء اللجنة القانونية ولجنة المرأة للحديث حول هذه التعديلات. بمعنى اخر انه في انحراف سواء من منظمات المجتمع المدني او بعض الاحزاب السياسية المهتمة في هذا الجانب، لكن للأسف سيدي إنه إحنا المنظمات الأخرى التي تعمل تحت ظل الأمم المتحدة هي مدعومة سياسيا ومدعومة ماليا ومدعومة داخليا ومدعومة خارجيا، فهي لها قوة وحظوة وصوت أعلى أحيانا عند الرسمي من المنظمات الأخرى. مع أنه لو جئت أنت إلى الشارع الأردني والمجتمع الأردني تجد إنه هذا هو حال المجتمع الأردني، يعني غالبية المجتمع الأردني أنا أكاد أجزم إنه يعني لا يوجد حتى لا تصل نسبة 2-5% مما ممكن يقبل الأفكار الأخرى، لكن للأسف هناك من يدعمها سواء على مستوى الرسمي أو غير الرسمي. بينما غالبية الشعب الأردني اللي فوق 95% هم يدعون ما يوافق الفطرة وموافق حياة الاجتماعية تعودنا عليها. لكن للأسف تجد أن هذا الصوت هو محارب ومجابه في هذا الجانب. فهذا الأمر صراحة يحتاج منا إلى وقفة قوية من منظمات المجتمع المدني، الأحزاب السياسية اللي يعني متبنية لهذه الأفكار، وسائل الإعلام الجادة، كما أنكم وسيلة إعلام يعني تناهضون هذا الفكر، هناك وسائل إعلام كبيرة تروج لهذا الفكر عبر مسلسلاتها وبرامجها. فالحقيقة أخي الهجمة كبيرة، في المناهج موجودة، في الإعلام موجودة، عبر منظمات المجتمع المدني موجودة، عبر بعض المؤسسات الحكومية موجودة. وأنا يعني هذا الأمر حقيقة أنا دائما أقول أنه يعني يكافئ يعني في مخاطر. إحنا يمكن في المجتمع الدولة الأردنية سياسيا يعني احنا في عندنا تحديات كبيره، وبسبب موقع الاردن وقربه من القضيه الفلسطينيه والاشكالات السياسيه الموجوده في عندنا كثير قضايا ساخنه. انا ادعي بان هذا الملف لا يقل سخونه عن هذه القضايا، وللاسف في كثير من يعني الصادقين والجادين لا ينتبهوا لهذه القضايا. لكن الان بعد وضوح الهجمه على مجتمعنا الاردني آن الاوان ان تجتمع الكل ويجتمعوا، يعني ابتداء اول نقطه يكون في عندي وعي ومعرفه بهذه القضايا، ثم ان يجتمع الجميع ويجمع ان هذه من القضايا الساخنه التي تحتاج الى عمل منظم من الجميع للوقوف في وجهها. وسلاحنا القوي في ذلك ان المجتمع الاردني معنا. نعم احنا دكتورة نقي. بكل تاكيد كذلك نحن كوسائل اعلام يعني مطلوب منا دور، وان شاء الله يعني نعد الساده المشاهدين بحلقه لمناقشه هذا الموضوع، ولعلنا نستضيفك فيها الحديث بشكل أكبر وموسع، وخصوصا مع النقاط التي ذكرتيها يعني قصة التعديلات الدستورية. دكتورة ميسون دراوشة، مدير عام منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. يعني في